المخطط الجهوي للتنمية جاء تطبيقا للقانون المنظم للجهات وتفعيل المرسوم الخاص بهذا المخطط. هذه نصف سنة وحنا كنشتغلوا عليه بطريقة تشاركية عبر إشراك الجميع، منتخبين وجمعيات المجتمع المدني ومسؤولين ومسؤولات القطاعات الخارجية والهيئات الاستشارية داخل المجلس، إضافة للفرقاء السياسيين داخل المجلس. وكان نقاش عميق جدا في هاد ستة شهور، توج اليوم بداك الشيء اللي تبعته بالنقاش الجدي والواضح كل واحد من موقعه، وأخيرا تم تبني هذا المشروع بإجماع جميع أعضاء وعضوات المجلس على أساس أن هذا المشروع ماشي مشروع لا الأغلبية ولا المعارضة، ماشي مشروع لا هذا الفريق أو ذاك، ماشي مشروع حتى ديال الجهة كإدارة ولا كمنتخبين، هو مشروع ديال وطننا ومشروع ديال المواطنين والمواطنات ديال الجهه ديالنا. واتفقنا غادي نديروا لجنه مشتركه تتشكل من جميع الفرق داخل المجلس باش نمشيو نترافعوا على هذا المشروع امام السلطات المركزيه في الرباط.